سيبني اشوف شغلي. اشرب لك حبة ليموناتك. اغتبني بقى ويكفى شماته. متضايق ليه؟ زعلان من ايه؟ في الارض ببحث عن انصار تكسب لي ميادين وزباين، وفي حاره الهنا والشفا شايف مصيري تسوق، تقدر تخلي الحراضي للمصايب سوق. حاره الهنا والشفا دايما انا اسدها، وبفضل ربي قدرت اهديها واسعدها. باسم ابليس وطغياني وجبروتي لاخربها حتى ولو رسيت على موتي. دي الحارة حارتي وانا فيها الهدى وضياه، والخير وسلطان ربك على القلوب والله، طول ما الحراضي بيذكر فيها اسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، خلاني سبحة في ملكوته. مش كنت بتصلي الفجر على أدانه ياما؟ انتي بنت صرحة في الأدان ولا في اللي بيدان؟ يو وماله اللي بيدان ياما؟ مش النبي حفظه وصينه سي محروس؟ يا اخي كبة منك له قدر ان شاء الله. انجري يا مسحوبة من لسانك وهاتلنا حاجة نغير رقنا. حاضر ياما. وكمان سي محروس زمان راجع من الصلاة، يخطف له معانا لقمة. يا اخي لقمة تقف في زورك قدر ان شاء الله. سي محروس سي محروس. صعبة خطيبي وقاري فتحتي وجمعة ورا جمعة هيبقى جوزي. جوزك؟ الجوزها ده بكرة يفطرك سيكا ويعشكي راز. هلا هلا ياما، ده انت بقيت وسطة وتفهمي في المزيكا. شي ما جدش يا روح امك، من صغري متعلمها في المدرسة. مدرسة ايه؟ كفالة الشر. مدرسة الاحداث يا بيت. لا 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 لا، صباح النور ونور النور، يا وردة جميلة في كسب النور، صباح النور. يا ريتنا افتكرنا حاجة عدلة. الله 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 الله، ده هو انا حاجة مالي؟ استو مهنومة ولا ايه يعني؟ فشر يا ابني قطع السل يقول عليك كده. الف مرة. حماتك بتحبك يا سي محروس. والنبي يا دوب بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وانت طبيت علينا زي العمل الراضي. اه ايوه ايوه ايوه، بس لو كنتيش تحلف يا استو مهنومة. انا حلفت يا ابني. بسم الله الرحمن الرحيم. ها. اه انا مش عاجبني فيك يا سي محروس غير مروحك، من الجامع للبيت ومن البيت للجامع، لا شغل ولا مشغله. ليه؟ وسهره امبارح عقبال عندك فخفخت ايه وقبهت ايه وستات ايه شقراوات وسمراوات؟ تعرفي غني كلهم اوبريت الدنيا بترقص،
جننتهم هوستهم اخبط الواحده منهم ليل ترقعني عين اقول لها قاعد مني قاعد ومنهن قاعد وفضلت قاعد للصبح اهي بصبص يا ابو عين زايغه لكن بلكيش يا ست مهنومه لو حطينا الجمال ده كله في كفه وهنومه لوحدها في كفه كان برضه كفتك تطب من غير امك ما تغمزها كالمعتاد ايوه كده اه دعوك واتكلم عدل يا محروسي احم احم يا اختي نكشني الواد افجتني البيت انا احب الواد وانا احب البيت يخبى الهم يا غم النبي تتلام سيرا سيدو ريمي فاصولا فاصولي اهو ده اللي انت فالح فيه قوم يا اخويا صبح وشك كده وانت عامل زي اللي واخدينك فمان في الوحله نعمل ايه الغلابه لها احكام تصدقي بالله من خمسة مساء لخمسة صباحا نازل حزق ودندنة ايشي تقاسيم وايشي مواويل وايشي تقطيق لما طلعت روحي يا كبدي يا ابني طب وعلى ايه ده كله على ايه على جنيه جنيه مصري مئة قرش صاغ كل قرش ينطح قرش قطيع انا عارفة ليه ما طلعناش زي اللي عندهم الايشي فوق الايشي ولا مش هنعرف نصرف الدس يا ايس يا خبلهان شوف يا هنومة ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات عز وجل يعني ايه يا سمحروس يعني يا ستي ربنا قسم الخلق نصين نص ياكل من عرق جبينه والنص التاني ياكل من عرق الحلة مظبوط يا هنومة ومفيش احسن من القناعة والرضا باسمة ربنا هو انت يا بنتي فاكرة ان الاغنية احسن مننا فاشر دول هم عينيهم فارغة واحنا الحمد لله عينينا مليانة يا اخي بلهم ده سمحروس فضل يحزق ويطلق 12 ساعة على حتة جنيه اعور ماله الجنيه بطل قالوا ندفع اجرة الاوضة ولا الحوجة لست مزعبل صاحبة الملك قطعت وتدرد في الهوى من حين نخلص من جوزها المعلم ابو زعبل الهي لا تبشبش تربته ولا تندي جدته هتشربه لا مش هشربه بقول لك هتشربه بقول لك مش هشربه هتدفع المشروب ولا لا مال الزبون ده ولا قلت له يا معلمه يجيب لي قهوه سكر زياده جاب لي شاي ساده ما عندناش بن طب هات حتتين سكر للشاي ما عندناش سكر امال عندكم ايه بقى عندنا بنيات حديد ازاز رمل قص شوف ليه احنا في منطقه نفوذ روسيه انت عند روسيه يا واد ادفع الشاي من سكات ماذا والا حاضر هطفحه اديني ولعه مشمش ما عندناش فحم ولعه ومشمش احنا عاوزين نبطل بقى استعمال العنف مع الزباين اللي يطفشوا واحد ورا واحد ويدوروا لهم على قهوه تانية غير دي طب وريني كده الراجل فيهم يروح يقعد على قهوه تانية وليه بس يا ست احنا فاتحين قهوه لسلخانه بسمع كروديا الناس النهارده تخاف ما تختشيش والحيطه المايله كل الناس تركبها والغجرايه ست جيران انعم واكرم يا ست الجيران امال دي وصايا جوزي المعلم ابو زعبل الله يرحمه ويحسن اليه ده زمان موقف جهنم على رجل والكراسي شغاله في الكلوبات والدكاكين مقفله وازايز الرمل نازله زي الكنابل الذريه طب ان كاتم جتك رزيه جبت اجره الاوضه من اللي انقرص في النعينه سي محروسه فندي اجره ده غلبان هو حلت حاجه ده بيغسل هدمه واستناها لما تنشف مش قادر على اجره الاوضه ما يسكنهاش ده المرحوم جوزي على حياه عينه كان عاملها غيه حمام امجار اطلع له هطلع اهو طلعت روحي يا سعادتي البيه يا جنيه محسوبك طلعني حتفوتني مفلس ليه من غيرك هعمل ايه يهديك ايرضيك والنبي خليك يا سعادتي البيه يا جنيه من غيرك هعمل ايه يا جنيه يا شيف العيان يا هنا الخويان يا كيس العريان يا جنيه بتعز في ناس وتزل في ناس وانا بيك محتاس يا جنيه يا ابو مدنى بست دوار استليني من ودولار يهديك يرضيك والنبي خليك يا سعادتي البيه يا جنيه من غيرك حعمل ايه يا جنيه من الاهل جابوك للاهل خدوك ولا اهل شافوك يا جنيه وحسدت بيك ولا صريفك والفقر عاديك يا جنيه
لا انا وارث نص فرنك ولا لي حساب في البنك. يهديك يرضيك والنبي خليك يا سعاده البيجني. من غيرك حعمل ايه يا جني؟ لزاوي الملايين بتروح أكهين وعلينا ضنين. يا جني يا جني يا عشر عشرات يا عظيم لنا بعدك رب كريم. أيهديك يرضيك والنبي خليك يا سعاده البيجني. من غيرك حعمل ايه يا جني؟ كان على عيني يا سي محروس. عينك كلها نظر يا سي مشمش. وشرفك عندي ما خلاني احرمك منه الا شديد القوي. الامر لله يا سي مشمش. معلش مسيرها تتعدل وتبيع الأوبريل. مش الدنيا بترقص؟ دي هترقص الدنيا وبكره نلعب بالفلوس لعب. يا جنيه يا جنيه اه يا ابني الايه. يا جنيه يا جنيه اه يا ابني الايه. انا مش فاهم جدع ابن حلال زي حالاتك ازاي يرضى يشتغل عند الوليه الشاله ام زعبه دي. خوف وشرفك اصلي مديون لها وبسددهم شغل. يعني فاتحه على روحك من دلوقتي وعلى روح الجنيه يا اخ. الباقي في حياتك يا سي محروس. حياتك الباقيه يا ست هنوم. يعني لو كنت من النص التاني اللي بياكل من عرق الحله ما كانش احسن يا اخي بلا هم. يا ست محصله بعضها والنبي ولا كنوز الدنيا كلها تسوى وقفتنا جنب بعض. فين يا حسره في اوضتك اللي بتخشها بلبيسه. ومال كفايه عليا ابصلك من فوق لتحت. وانا كفايه عليا ابصلك من تحت لتحت. هنومة يوه نكشني الواد. قفشتني البيت. انا احب الواد وانا احب البيت. يا اخي بلا هم يا غم النبي تتلم. سي لا سي دوريمي فاصولا فاصولي. بادي الجدع كان مسبله قدامه ونازل عليه مغنط قطع القلب. هات عليك بقى وعلى مهنومة. مهنومة ده انت ما تقطع رقبتي ما اخش دكان مهنومة تاني. انت خايف منها واد؟ انت مش راجل بشنب؟ لا راجل سبور. ده انا قربها امبارح بطلب منها الاجره راحت واخداني دماغ راحت فاتحه قرني. ودمك صح؟ لا دمي هارب. نهارها اسود ده اللي استعد عليك كانه استعد عليا شخصيا. انا حر ايه؟ وليه بس يا معلمه الطيب احسن؟ اطلب لك انا كزاده يا خاشه. كان كزاده بني زياده للمدير العام وصلحه. وغدا اديني بالله. خد لا انا مالي انا عاوز تفاح. انتوا مهنومه انتوا مهنومه. المعلمه جايه تخلص عليكم وعلى الدكان وخد اعذارها من انا. يا نهار اسود يمه هنعمل ايه؟ اذا كانت هي قويه برجالها انا قويه باللي خلقني. ونعم بالله. يلا حطي قفا 60 الشوكي في المقدمه وناولين السنجل وقتين واستخبى يمه. لا انا همسك خط الفراوله وانت تعرفي سنتر هاف. لفت لا طماطم. سي محروس سي محروس. ما تخافيش يا ست ام هنومه ابقيب وبراطيش البيت كلها تحت امرك. بس تدهم لي اوفر هدي يا واد. اوعى تجلي. ما تخافيش كله في الجون. احنا رادي خليها تشرب. اما انا عيني بترف قوي. اثبت يا بنت وخليكي راجل ولا يهمك. قولي يا رب ساعدنا يا رب. رب الكبير على كل كبير ذي الغلابه مجير ونصير. يا وكستك تشربي قهوة ومالها قبل ما تستقوى وريها من فيك الأقوى ولا ترعيش لا دين ولا تقوى. اللهم اجعله خير. يا دي مشمش حلت الساعة الرهيبة. الله يرضقها بحل وسطها. ما تورقها يا معلمة. ما كانش خليفة ابو زعبل ان وريته على امتالة كوت. نوين ام علي هلا. خد ام علي اهي. قدر ولطف يا رب. علينا عوض ام هنومه وبنت ام هنومه. عنب وعناب يا هديه للاحباب يا بتاع الفيوم يا عناب. بيت
هنومة. مرحب يا قلقات يا مفلفل الناس، والحلوة تنداس والوحشة تنداس يا عمر. فنومك يا بيت يا حزمة التوم، تقومي من النوم يرموكي على الكوم يا بتاع الخزين يا بصل. كقطع لسانك على لسان أمك اتخبت فاشر. عايزة ايه من امها يا حرمة سرحة تسماها؟ يا ململة يا مدهملة يا ارملة، مش لاقي حد يلماها. ابو زعبل. انا يا زبالة الخضرية يا عرة الفكهانية يا بطيخماوي يا سبقيماوي يا ناشفة يا حاشفة يا ولية مزرعة من غير تقاوي. انا من غير تقاوي يا رد القهاوي يا جوكر الكونكان يا تنوة النسوان يا دلع يا ولع يا معلمة على حبار حساوي. دعمي رحمي. بسمع ما اقولك زيادة الأجرة تدفعيها ورجلك فوق رقبتك. ماذا وإلا أخلي أم علي تعرف شغلها معاكي. أم علي ده يا عمر. اسمع الله يا أم علي. سلامات يا أم علي. تعضربيني يا أم علي. ناوليني الحاجة يا بيت. حاضر يا أما. الحاجة هي. ما تفوتينيش يا بيت. ده أنا هسيح دمك. ده أنا أرقش عظمك. أنا هخلي الدبان الأزرق ما يعرفلكيش طريق جدة. أخبطي دود. يا دمامة. ترايا يا معلمة ما ترايا يا معلمة. يا نفوخي. الله ترايا يا معلمة في ايه؟ مالك يا معلمة؟ الله هو حد لمسك؟ انت هتستلبطي على الولية؟ حسيت باللي اداني على أمة نصيتي. شق لها خلاني نزلت افرفر. انت قام عادل قال يا مستكبر ربك اكبر. روحي يا شيخة، ده انت ما يهدكيش الا الشديد القوي. تأجلت المعركة تتردلكوا في الافراح. انت الغلطانة يا معلمة، انت اللي تهجمت عليها. اهو ربنا اداكي على دماغك يا مفترية. معلش الايام وبينانا يا ام النومة. قدامي يا واد. طيب يا معلمة معلش. ام زعبل ياخدوا مسكرة بيتك على كنكة. ام زعبل يبعدوا عنك على الريحة. يلاموك يا هنومة. ودي دكان ام هنومة نتقل بالمتقال ونسوى خزين مال وكل فولة وليها كيان. الطلب. ساكن عندكم واحد اسمه الاستاذ محروس وعايزة منه كامرات. تعيد لي افهم انت بتكلمي مين. انا الاستاذة حبايب المطربة. وعايزة اسم محروس ليه؟ يسمعك تقسمتين عالجرح. انت مالك عاوزة في مسألة خاصة. بيتي ولا عشاء؟ اوه دي حاجة بيني وبينه. تسمحي تندهيله؟ قولي لي قابله شفتيه فين وعايزاه ليه وتعرفيه منين؟ ان وافقني كان بيها، ما وافقنيش كان عليها. على مين يا هنومه؟ على المحسبه يا كبد عليها. بتتشل وبتندب وبتشب وبتلب ونفسها تغمض عين وتفتح عين وتلاقي محروس قدام منها. اصله ايه فاصله ايه؟ ما اعرفش. وعايزاه ليه يا دنايا؟ ايه هتفتحوا لي محضر؟ عاوزاه وخلاص. طب يا روحي ما تفورش دمك ليتعكر. سي محروس يا سي محروس. انا هنا يا ست ام هنومه. انزل يا اخويا في ناس عايزينك. يمكن يا بنتي ربنا هيخبز لي العيش على ايديها. العيش غسيل ولبس يا عيش. بنار الفرن يا عيش. حكم. ايوه يا ست ام هنومه انا جاي اهو. مين يا ست ام هنومه؟ العيش. اهلا وسهلا يا فندم، يلزم خدمه؟ اظن مش واخد بالك مني يا استاذ. ازاي وهل يخفى القمر؟ اصلك اعمى كبه. ايوه بس القمر ده كان امبارح لابس فستان سواري. وماله يا ست هانم، ده عندنا بيلبس منديل بقويه لكن برضه قمر. تشكر. عشت. انا الاستاذه حبايب كوكب السينما والمسرح والاذاعه. تشرفنا يا فندم. كنت قاعده امبارح جنبك في حفله محسن بيه. كده يا سلام، الحانك ملكه مشاعري، صوتك لعب بعواطفي، اثرتني سحرتني. العفو يا فندم، الحقني يا مشمش. قهوه. الاوبريت اللي سمحتها لنا امبارح. ايه مالها؟ ما اتخلقتش للحواري اللي زي دي. العفو يا فندم، خليها كزوزه يا مشمش. الاوبريت دي اسمها ايه يا استاذ؟ اسمها الدنيا بترقص. يا سلام، دي مش بس بترقص، دي بتغني، دي بتلعلع، دي هتفتح لك طريق المجد، ابواب السعاده وابواب العربيه كمان. اتفضل. ما تجيبش حاجة يا مشمش.
هات لي العيش عرس كده يا هنومة. أنا ماتي يا أمّا. واحد اتنين. بس يا بنات كويس، استراحة لغاية ما توصل الأستاذة حبالي. شايف الشغل يا خالد بيه؟ رشاقة دلال، أنا بصرف على الأفلام وفكري إني أستعبد الجمال بالمال، لكن لقيت نفسي وقعت وأصبحت عبد من عبيد الجمال. أحب السينما. إيه المسخرة والضحك ده؟ هي دي البروفة يا أستاذ صمبا؟ مستنيين إيه؟ إحنا جاهزين يا أستاذ. بس الأستاذة حبايب لسه ما جاتش. ما جاتش؟ ده كلام فارغ، دي مبوظالي الشغل كله، عمرها ما حافظت على ميعاد. روق دمك يا استاذ شريف، الغايب حجته معاه، وما تنساش ان انا وحبايب حبايب. ده بالنسبه لك يا خالد بيه، لكن بالنسبه للفيلم حبايب ممثله وبس، بره الاستوديو ما يهمنيش، ان شاء الله تفرش لها الارض جواهر. جواهر دي لطعاني هنا بقالها ساعتين، دي لخبطه الانتاج، دي عفرطه الاخراج، انا هعمل لها. هتعمل لها ايه يا خالد بيه؟ هعمل لها فيلم تاني. دي مش طريقه يا حبايب. ايه التاخير ده؟ ما تزعلش يا استاذ شريف، انت لما هتعرف الحقيقه هتسقف لي تسقيف حاد، هتهتف لي هتف متواصل، هتقول لي اتاخري على كيفك يا حبايب. تصور يا استاذ، من هليوبلس لحاره الهنا والشفا لحد ما وقع في ايدي، ودلوقتي اسمحوا لي اقدمه لك. هو مين؟ البروفيسور محروس. لا هنقبح، ما فيناش من فرنساوي. يعني استاذ الموسيقار محروس. حفظكم الله. موسيقي جبار، ملحن ومطرب. يقول لبيتهوفن يا فتفت، والشوبان يا إشقش، والعبد الوهاب يا عمي. يا سلام، للدرجة دي؟ غريبة، انت طلعت ازاي؟ فلت يا فندم. دمك خفيف، انت موسيقي يا شاطر. تسمح تساعدني يا أستاذ؟ احنا ناقصين بلاوي يا ست حبايب، ده شيء يفلق، ده شيء يجنن. الدنيا بترقص وتغني وقلوبنا بترقص وياها، والدنيا بتسعد وتهني اللي بيفهمها ويهواها، والدنيا ايام نقضيها في الدنيا، والدنيا غنوة نغنيها في الدنيا، والدنيا رقصة نفوز بيها في الدنيا. الدنيا بترقص وتغني، والدنيا بتسعد وتهني، الغصن بيميل عالجنبين يرقص مع النسمة السرية، والموج في احضان الشاطين يرقص مع الميه الجاريه، والعود ولعب العود يسكر عقول وقدود، واللي علينا شهود رقص الحاجبين عالوحده، ورموش العين عالوحده، وقلوب حبيبين عالوحده، والدنيا بتسعد وتهني، والدنيا بترقص وتغني. اسمح لي هنيك يا استاذ. عظيم يا استاذ، مدهش. عجبتك الموسيقى يا شاطر؟ اوي اوي. برافو يا محروس، هايل. اعرفك بخالد بيه المليونير اللي بيصرف على الفيلم، وحضرته الاستاذ شريف مخرج الفيلم. تشرفنا. الاوبريت العظيمه دي يا استاذ محروس لازم اعمل لها فيلم جديد، هي جاهزه؟ تقريبا،
مش ناقص غير التوزيع وكتبت النوتة وشوية رتوش، وكان الله يحب المحسنين. ها مش قلتلكوا؟ ايه رأيك يا خالد؟ رأيي اتفقنا. أرجوك تمر علي بكرة يا أستاذ محروس لكتابة العقد اللازم. مبروك. أهنيك يا محروس وأتمنى لك كل نجاح. مبروك يا محروس، أبواب السعادة والمجد والغنى اتفتحت قدامك. متشكر، ربنا يطول في عمرك يا ست ويحنن عليكم كلكم. أشكرك يا رب، يا فرحتك يا هنومة. محروس على كيف وهو داير، دور انت الاخرى عشان يتغاظ. هيتلف جسمك في حراير وايديك هتلعلع الماظ. هني شبابك يكفى مرار، يا شيخه بلا فاكهه بلا خضار، دي الدنيا فيها نعيم الوان. الله، انت مساهمه كده ليه يا بيت؟ ولا حاجه يما. يلا خدي 5 جنيه اهم، قومي اختفي رجلك لحد سوق الفاكهه، حاسبي المعلم زيدان على الوجبه القديمه وهاتلنا الوجبه الجديده. والنبي يما بلا فاكهه بلا خضار، انا زهقت من العيشه دي. انت مش هتبطلي الكلام ده يا بنت؟ ده مش كويس، ده اخرته وبال عليكي ده كله. اكتر من كده يما. بصي ايدك وش وضهر، ده على راي المثل من رضي بقليله عاش ومن رضي بكتير ومات يا اخي بلا هم. الهي تنشكي في لسانك قدر ان شاء الله. الشنطة مفتوحة يا شاطرة. نعم، شغل الثلاث ورقات ده ما باكلش منه. يا نهارك مدفنه معجون بقطران. لم ايدك يا بنت. يا اخي لموك في صفيحة الزبالة يا طارد العدالة يا علة النشالين يا نائبة الخطاب. فين الخمسة جنيه حرام الخمسة جنيه ناوري؟ اختشي يا بنت، انت مجنونة. مجنونة؟ لا يا شيخ، خش في عيني خش. ايدك وظبطها الشنطة، طلع الخمسة جنيه من سجاد لودي كيلس وتفتحتك بسجاد. دور عليهم كويس يا بنت. تكوني حطاهم هنا ولا هنا؟ ما تخلي عندك نظر، هو البي وش نشالين؟ والله معايا ولايه غير النشالين. ايدك على الخمسة جنيه لوديك الاس. حضرتك مصممه توديني الاس؟ امال هوديك السيمه؟ طبعا هوديك الاس، ده انا هخلي مكافحه النشل وبوليس العاصمه يقلعوا هدومك ويفتشوك ويبقى قلم طالع وقلم نازل واللي يرن ما يحسبش لحد ما يجيبوا لي الخمسة جنيه. امشي بلاش مياه. وكمان بتورثني بظهري وعيتك سودا. خليكوا شاهدين يا بيت جنايه. جنايه جنايه. هو رايح فين ده وراه؟ اتفضلي اركبي. اركب ايه؟ العربية. انت سريعها؟ لا شاليها. وبتقعد هنا؟ لا بقعد فوق الرفرة. اطلع بلاش غلبة. يا ده هو ده؟ ايه ده يا عم؟ يا لو النبي يا عم. لا لو النبي بس بلاش. ده كله انت رايح على فين؟ على القسم طبعا. لا اطلع الجزيره. مبسوطه يا هنومه؟ مبسوطه يا سلام، لو كنت زيك باكل من عرق الحاله. اسمع يا هنومه، صوابعك الطريه دي ما يزينهاش غير الالماز والبلاتين. رجليك الزغنطتين دي ما يمشوش غير على الورد والرياحين. جسمك الملفوف ده ما يلبسش غير الحرير والكربدشين. صدرك الجميل يا اخي بالهم يا غم النبي تتلام. هنومه انا مستعد ارفعك من الشقه للنعيم، من الفقر للغنى، من الحضيض للقمه. طب على الامه الجايه وفرمل. ليه يا هنومه؟ تقدر تقولي هتاخد قصاد كده ايه؟ ارجوكي ما تسيئي ظنك بيا يا هنومه. انا ليله عندي في البيت حفله من اللي قلبك يحبها. تعالي غني ارقصي هيصي شوفي الدنيا. عنواني 11 شارع اسكندر الاكبر. في قلعه الكبش؟ لا في جاردن سيتي. لما اشوف. دور بقى على سوق الفاكهه. حاضر. يا نهار ابوكي معصب، مين ده يا بنت اللي داخله بيه الحاره لا حي ولا خيشه؟ مش طولي بالك يما. انزلي هنا كلميني، تعرفي منين وقابلتيه فين وجايباه هنا ازاي؟ انطاي ضربه في كلاويكي قادر ان شاء الله. لو النبي يما، ده انا
شمال على العربيه كارو، ما فيش، ما لقيتش غير لفند اسم الله عليه واقف وسط الموى. مظبوط، لقيتها حيصه ليصه اترجتني، رقيت حنيت شلت حمل، قلت له اطلع الدكان، طلع بس هي بادب، لا بصلي ولا بصيت له، لا حددتني ولا حددته، مش كده والنبي يا عم؟ تمام. واو قلتيها على كام يا بنت؟ مش عيب يا ست ام هنومه، ده انا كاني بوصل اختي، كاني حودي البضاعه لامي. طب شيل حمولتك يا عن امك، يلا شيل. حاضر، بس اتفضلي شيل معايا. لا تشيلها انت لوحدك. حاضر برضو حاضر. والله البت غمزت يا ام هنومه. القرف كام النهارده يا ام هنومه؟ خلاص اهو يا ستي مبسوطه بقى. بقى اسمع يا واد يا فندم، الحارة دي حارة الفقر والجدعنة، مش حارة الهلس والمسخرة، الحارة دي بناتها رجالة ورجالتها سبعة، من بعد النهاردة ما تعتبش هنا برجلك. ماذا وإلا؟ يلا افرح الموت. حاضر. لما أخذي خالد بيه؟ مستنيك الليلة. بس يا هنوم. محروس محروس، جيت في وقتك. بارك لي يا مشمش، بارك لي يا اخويا. على ايه؟ على خيبتك؟ خيبتي على مزجتي. اوبريت الدنيا بترقص، هيطلعوها في فيلم، استوديو الارنر 20 هيشتريها. يا اخي بزياده عليك واحد، لازم 20 يا خرنج. خرنج انت بتقول يا جدع؟ انت اسحبها حالا. واسحبها ليه؟ دي هي بكره اللي هتسحبها. هي هي مين؟ هنومه فطرفيانسيه. حقها يا ابني العربيات الملاك نزله تلف على الحاره، تخرج بذكر زي حالاتك وترجع بانثى زي حالاتك. انا مش فاهم حاجه. هنومه فضحتنا، جرستنا، داخل الحاره وراكبه اترومبيل وجنبها راجل. انت بتقول ايه يا مشمش؟ ما بقولش. ما بتقولش؟ ده هنسفها، ده نخسفها، الارض هتتزلزل، السماء هتتطربق، هتبعها حشره من دمها. والنبي تيجي معايا يا مشمش. خش على المعركه معاك راجل، تعالى. يا سبعيك الذهب، يا تين العنب، يا بتاع سيدي جابر، يا عسل. فين هنومة يا استم هنومة؟ يا اختي ده الصور، بسم الله الرحمن الرحيم. خير يا سمحروم؟ بقى اسمعي يا ام هنومة، انت ما يرضكيش العمايل اللي بتعملها بنتك دي. عندك حق يا ابني، تربية ما حرمتش، اهي فوق بتوكل للفراخ، اكسر لها ضلع يطلع لها 24. امال الحرمة من دول ما املاش عينها الا الراجل الحمش، انت تطلع فوق تنتشها قلمين تهيبك وتخشاك. كتر 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 يا كاكا كوكو، كتر يا كيكا كوكو، تعالوا للي حيوكلوكو، تعالوا للي حيكبروكو ويسمنوكو كاكا كوكو ويأكلوكو كاكا كوكو، ويا كيكا كوكو ويا كاكا كوكو ويا كيكا كوكو ويا كاكا كوكو. كاكي كاكي كاكي، وضيوفتي شاكي 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 شاكي، يشوفوني والدورة في ايديا، يرفرفوا ويجروا عليا، ألمهم هم وأقول لهم هم، ألمهم هم وأقول لهم هم. كتر 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 يا كاكو كاكو، كتر كتر يا كيكو كوكو يا كيكو كوكو. وحمامي ناغي 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 ناغي، يفضل يلاغي لاغي لاغي ناغي، يشبع ومن غير ما أهشو من ذوقه يرجع على عشه، يبيد وينقر ما حد ينظر، يبيد وينقر ما حد ينظر. كتر 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 يا كاكو كاكو، كتر كتر يا كيكو كوكو يا كيكو كوكو. Thank you.
الحلم ويبقى عيني يا ليل 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 يا ليلي أهلي ليل 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 يا عيني أهلي ليل ليل يا ليلي عين 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 يا ليلي يليل يا ليلي يليل يا ليلي يليل يا عيني هزغط نهاري وليلي يسمن ويبقى عيني يا ليلي أسبح واطبخ عليه ملخلخ أسبح واطبخ عليه ملخلخ كتر 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 يا كاكي كاكو كتر كتر يا كيكي كوكو يا كيكي كوكو هنومة كتر كتر بس نعم أقولك انت عمالك دي فوارد دمي لبشت لي جتتي عملت ايه يا عمر عملت ايه رجعت مع واحد غريب في عربية ملاكي وفيها ايه يعني هي عربية سعادتك كانت واقفة على الباب وما ركبتهاش انت خرجت من الحارة بعربية وانا دخلت الحارة بعربية نبقى خلصين 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 ازاي ده انا نفضك قلم اطقطق لك درس العقل والنبي تتحمق بالقطاع قال اتجوزه قال بقى شابة حمر وحلاوة زي حالاتي تخيب املها مع شاب صدمان ندمان زي حالاتك يا اخي بلهام طبعا بلهام اش عرف الخضرية بمقام المزيكانتية مطرب وملحن زي انا يميل بخته مع واحدة شرشوحة سنكوحة زيك انتي الصوابع الطرية دي ما يزنهاش غير الالماز والبلاتين دي ما تنفعش غير في بيع العنب والتين ورجلين الزغنطاطة دي ما تمشيش غير على الورد والرياحين كان فارغ هي تسلك الا في الدبش والطين والعود الملفوف ده ما يلبس غير الحرير والكريب دي شين يا عيني يا عيني والله ما له الا الكاستور والبوبلين بقى انا اخد الاشكال دي وانا اخد الاشكال دي حنوم يو نكشني الوقت قفشتني البيت انا احب الوقت وانا احب البيت يا اخي بلا هم يا غم النبي تتلم سلاسي دورمي فاصولا فاصولي قبل الفجرية السحابي سيبك منها دي الفصحى احسن عين وزي ما تيجي تيجي خدها مني نصوحه سي محروس جنس الناس ما كانش يتخشم يفضل يعرف انا لو منك افطرها بعلقه وعشيها بعلقه واكلها بين الوجبتين سندوتش علقه روح بقى اللهم اجعله خير مشمش ايه انا بحلم ايه ده بص يا خبر زي وشك انا مش هيدك اللي مش حجبها البر ابدا خد ايه بس هتعمل ايه وراها على فين على فين نقطرها ونمنع البلاء قبل وقوعه نعم يا اخي نعمة ترفوسك ايوه رد التحية وسع دستور اوسع ازاي هي وكلام من غير بواب
يلا خش من باب الخدامين. اخرج قطع لسانك يا زبالة الوجود يا عشاش القرود يا تلت يا ملت يا جزمة عسكر الحدود. خدم امشي يا مجول العجين يا حقنة مورفين يا هوشة يا بكشة يا وكسة الاسياد والخدامين. هاشم لا جدع ابنك امشي اندهلي مع صوف الرقبة اللي مشغلك. بتاع ده حيط جدا. تمام قوي ده. انت يا عم اسمع. انت اسمك ايه؟ عن اذنك يا حبايب. طب ما تتاخرش. لحظه واحده لحظه. ايه الدوشه دي؟ ايه البنت دي؟ شيلوها ارموها بره. انا سيبوني سيبوني. انا نعمل فيا كده دخولك الفكه اللي شايلتها لك باليافاطي حجاتي حرام الخمسه جنيه. خمسه جنيه؟ دي هنومه 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 هنومه. نزلها يا ولد احترمها يعني ضرب. هنومه اقول لك ايه؟ اعتذر لك ازاي؟ حقك عليا. اتفضلي اتفضلي جوه. اتفضل. والنبي لو حطيت لي على كل خطوه جنيه ما عتبهاش. ولا فاكرني رميه بتلقح على الناس ناقصه عزايم شرقانه ولايم. خليتك بعافيه. بعافيه ازاي؟ لازم تدخلي. بقولك مش داخل. بقولك ادخلي. بقولك مش داخل. شيلوها شيلوني. نرميها بره؟ لا جوه. سيبوني انزلوني. مش عايزه اتفرج مش عايزه اتفرج. ادخلي لي على الحفلات كلها. مش كان بالذوق احسن؟ والنبي لولا مقامك عندي انا ما كنت دخلت بالسهوله دي. اصل انا نفسي عزيزه بس انت ما تعرفنيش. ما اعرفكيش ازاي؟ ده اعرفك واعرف امك. اتفضلي معايا. تعالى هنا. انت مش عارف مداخل بيتكو من هنا. لا يا ستي من هنا على فوق. ليه؟ حجز لنا اتنين بلكون وبقيت المعازيم صاله. انت عايزه تخشي الغول بالقمطه وملاقي اللف عشان تبقي نقوله الليس واقول لي ما يسواش. لا هي ست العادي هما اللي جوه احسن مني. يا عيش احسن مني. هيا علي. لا لكن ما يصحش بالهدوم البلدي دي. ليه يا سيد العادي؟ ماله البلدي؟ وحش البلدي؟ عر البلدي؟ ما انت بلدي واكلك بلدي وشربك بلدي وخيبتك بلدي. انا قلت حاجه عن البلدي؟ تقدر؟ ده انا كنت اخلي بتوع الترس يستنوك بره على الباب ويفهموك قيمه البلدي، مش كده يا عيال؟ احب البلدي، اموت في البلدي. تشكر. اسمعي يا هنومه، انا عزمتك هنا مخصوص عشان افهم المعازيم قيمه البلدي وخف الدم البلدي. برضه تشكى. ما هو الجمال البلدي كنز من صنع الخلاق مش من صنع الحلاق. برافو يا هنومه. وعلشان كده انا حضرت لك حته فستان سواريه وشويه جواهر تلبسيهم وتنزلي تقولي يا احنا يا هما في الحته. اهو كده يا عوض. طلع الست في اوضه الضيوف. اطلع البسي وانا مستنيك. قدام يا خادم. يلا يا حاشا. دبرني يا مشمش. تدابير لله يا اخ. وهنفضل واقفين كده؟ وماله تراوى. سيداتي سادتي، سأقدم لكم الليلة أكبر مفاجأة في عالم الحسن والجمال، أحدث اكتشاف في دنيا الخفة والدلال، سيدة الموسم بلا نزاع ميس إيجيبت. احم احم نحن هنا. مين دي؟ مين دي يا جلال بيه؟ جميلة جدا. ايه الحاجة الحلوة دي؟ شيء مدهش يا جمال نادر. ايه ده؟ تطلع ايد يا سي خالد. ما تخافيش دي نكتة السهرة. بس نكتة بايخة قوي. الله عليكي ما تأخذيهمش. اصلهم زواد ما يفهموش في الاصول. قطعوا قلبي يضحكوا قال. طب الشطوه فيكم تيجي تندلي زي ما اندلقت انا هنا. مش وصلهم. اتفضلي معايا اقدم لكم الانسه هنومه هانم. هانم هانم مين يا عمر؟ اوعى تصدقوا يا عيال ده انا اسمي هنومه بنت ام هنومه تجرس خضار وفاكهه بالجمله والقطاعي. تشرفني يا فندم. اوعى بقك يا نمس ده بوس الايادي ضحك على الدقون. هتشتغل عليا ولا ايه؟ وحضرتهم يطلعوا بقى مين يا اخويا في المجتمع الانساني؟ حضرته البروفيسور سخسخ.
استاذ علم الحشرات. عارفاه ده، انا شفت صورتك كتير قوي. فين يا هانم؟ مرسوم على ازاز الفليد. حضرته علي بيه الرفيع. اهلا وسهلا. لا خليك انت للعيد الكبير. اما حضرته رشيق بيه المخنصر. يا ستي هقولهم في البيت انك بتقعد مع الرجال. وحضرته المخرج السينمائي العظيم الاستاذ شريف. هو انت؟ اما شفت لك حته فيلم يا استاذ، انما بايخ بشكل. اما دي بقى يا ستي الاستاذه حبايب. تشرفنا. دي مالها بتسلم بطرطيف مناخير على راي الناس لاني ولا تغديني؟ طبعا احنا مش قد البلدي. هو في زي البلدي؟ ان ما كانتش الواحده تاخد الواحده بالحضن وترقع البوسه في مصر عتيقه ترن في مصر الجديده ما تستريح. معلوم، هو ده السلام اللي يفتح النفس. تعالي يا هنومة. على فين؟ لحد البوفينه، كلنا حاجه بسيطه. ها يعني ستال يا ست حبايب. هو خالد يعبر الاشكال دي. اتفضلي يا هنومة. والنبي يا اخويا متعشيه قبل ما اجي. امرك. يا مصيبتي بقى يا راجل، اقول لك متعشيه تسحب الصحن من ايدي وتقول لي امرك؟ امال عايزاني اعمل ايه؟ الا تعمل ايه؟ تمسك فيها بايدك واسنانك واقول لك ماليش نفس، تحلف 60 يمين واقول لك بس ان ما كنتش تحلف، تقولي تعدى منين ما اكلتي، اقول لك يوه متعشيه، تحلف بالطلاق مش تقولي اتفضلي اروح نزع الاكل زي اللي عمري ما دقته. احنا كده. دي عوايد غريبه. على كل حال اتفضلي، لازم تاكلي. والله لا تاكلي. لا مانيش نفس. تعدميني لا تاكلي. بس ما كنتش تحلف. طب علي الطلاق لا تاكلي. اهو كده ادي العزايم ولا بلاش. يا اختي ادي قاعده. الله الله، ايه ده يا نومه؟ مسحي شعوري على الارض، كلي وانت واقفه. اكل وانا واقفه ليه؟ عشان الاكل ينزل في رجلي. بسم الله، اتفضلوا معانا. بالهنا والشف. يا اختي اقعدي نفتح نفس بعض، دي لقمه هنيه كفي مية. لا ميرسي. ميرسي ميرسي، اقعد انت يا خالد بيه. اما قاعده سلطانه قوي. مش قلت لك خد ازلط. بس بشوكه يا هنومه، بشوكه. شوكه مين يا ده العادي؟ هي الشوكه والسكينه بتخلي للاكل طه؟ يعني حاجة من باب النظافة. نظافة؟ ليه؟ هو في أنظف من الشوكة الرباني دي؟ أقل ما حدش حطها بق غير يا عمر. بس يعني بلاش الدلعادي ويا عمر دول. ليه يا سيد دلعادي يا عمر؟ كده كويس؟ هي قاعدة جوه تاكل شقاني وقمقاني. وإحنا بره البرد بياكل في جتتنا. لكن معلش، رك على القفة. سفرة دايما يا خالد بيه. ميرسي. ميرسي ده اهي يا اخوي. ايوه قول يدم عليك الستر، يدم عزك مش ميرسي. اسمحي لي بالرقصه دي. انت رقص يا دنيا؟ اوهو انا احسن رقص في دول. يا خيبتك، طب ما تروح تشتغل طبيعي على المقاحتان. لا لا دي هترقص معايا انا. سامبا ولا رومبا؟ لا كوب. رجالك اهدي يا اخوي، هي بنت الناس لعبه؟ طول مزيكا ما تدق وكل واحد يتلاقي يملى على واحده وياخدها بالحوض اللي تحيا. اوهو اوهو خالد تعال اقص معايا الرقصه دي. دوري على غيره يا دلعاد، ساعته مش هيرقص غير معايا انا. ولا رومبا؟ اتواجلي. لا لزقان شبكان مفيش بيني وبينك متر. لكن الرقص عايز كده. وانا مش عايزه كده. عاجبك ولا خليتك بعافيه؟ لا بعافيه ازاي، عاجبني قوي. ايوه كده يلا يا Thank you.
زايد هنحدها قوي يا مشمش. والرقص بقى للركبه محروس. طب والعمل؟ نخش نجيب على من الوشاه ونعصيت. اقول لك نجيب ام زحبل ومشادتها وام هنومه وصنادمها ونخليها لهم ضلمه اهو كده. يلا بينا. خش قدام. لا خش انت الاول. ما تسوقش. مين؟ بروفيسور محروس؟ اهلا وسهلا استاذة حبايب. ايه المفاجأة اللطيفة دي؟ تكونيش غلطانة يا ست. انا ما كنتش منتظرة اشوفك هنا ابدا. ثانية عليا حسنية. الاستاذ محروس اللي كلمتكوا عنه ظريف قوي. الله يزربي. شربات. شربات مكرر. دي لسه نونو. الله ده الاستاذ محروس اهو. تعالى ما اعرفك بيه. اهلا وسهلا استاذ محروس. مساء الخير يا سعاده الدين. يبقى مين حضرته؟ حضرته الموسيقار الشهير الاستاذ محروس. ودي اشكال تدخلها بيتك يا خالد بيه. وحضرتها المدموزيل هنومه هانم. مدموزيل هنومه؟ دي البنت هنومه بنت خالت ام هنومه. فين امك يا بيت؟ دي الحفله رمرمت قوي قوي قوي. بالعكس الحفله نورت قوي قوي قوي. مش هتسمعنا حاجه يا بروفيسور؟ حضرتك مغني؟ لا فكهاني. وتعرف تغني على العود؟ لا اعرف انادي على الخضار. طب ما تغني لنا حاجه اياه. طب مش مغني اياه. عنك ما غنيت. فاكر نفسك مين انت؟ ايه انت يوه؟ انا هوانا ودوستي على عشرة
تبيعي الود للشاري وعني تخبي وداري تبيعي الود للشاري وعني تخبي وداري لكافك وفارس مال ولا بالحب أمنتي ولو تقلوا الوجود بالمال أبيعه واشتريكي 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 انتي واشتريكي انتي. بتقعد فين يا استاذ؟ في كلوب ام زعبل وشرفي. هاي على اذنكم. اتفضل هنا يا استاذ. ايه السحر ده كله؟ مين اللي بيوحي لك الالحان الجميله دي؟ بيوحي لي الحدايه. حدايه؟ ايه حدايه؟ بيقول حدايه. اه حدايه قمحي يدوبك كده بتاع 16 17 سنه. غريبة ليها عندك كتير الحداية دي؟ متربيين سوا. بس يا خسارة طلعت حداية قللت الأصل. اخرس قطع لسانك. الله الله جرى ايه؟ ما انت سامع بيقول ايه؟ يا ست حدايته هو حر فيها. حر ازاي؟ ده حداية غلبانة وحدانية يشمها ازاي قدامي يا اختي؟ ده انا اشتمها والعنها كل ساعة كل دقيقة. حداية خاينة، حداية ما صانتش العشرة. فشر، دي حداية أصيلة، بس نفسها تشوف الدنيا، نفسها تتمتع زي بقية الحدايات اللي خلقها ربنا، تشتمها ليه؟ عشان دي حداية ما عندهاش دم، مش لاقي حد يلمها. ما هو الحق مش على الحداية يا سي محروس، الحق على الغراب. غراب؟ غراب إيه كمان؟ الغراب اللي مش قادر يلمها، اللي مش قادر يحكمها، اللي مش قادر يكسر رقبتها. اخص على دي حداية وعلى اللي عاوز يعرفها بعد كده، اخص. ومتى يخص على ده غراب واللي عايز يشوف خليته بعد كده؟ ده ينبحها واشرب دمها وانا قتله وانت فريشه. بس بس رواقوا دمكم. سمع هس هس سمع. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا 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 عيني. رقص يا واد بلا مغنى قلبوا دماغنا. كان حبكم غالب صباح مغلوب والتانية اللي حبنا مش راضي عنا يتوب والتالتة من لفكم راح تجنوا مهر وعيوب والتالتة من لفينا ما بنرتكبش ذنوب والناس كلامهم لو اتبحتر ما يتلمش دي العفة تجنوا كلام الناس ده ما يهمش هو الهوى في شرعكم محبوب بدل محبوب لا ده الهوى في شرعنا جنة ونعيم مكتوب الأول آه والثانية آه
نسيبك ده احنا ما حسيبك تبعد نجيبك ارقصي ارقصي وسيبك ما تسيبك ارقصي وسيبك ده احنا ما حسيبك ريح بالي واشتري غالي ريح بالي واشتري غالي وهجور الخالي وارقصي وسيبك ما تسيبك ده احنا ما حسيبك ما تسيبك ارقصي وسيبك ده احنا ما حسيبك ابعد نجيبك ارقصي ارقصي وسيبك ما تسيبك عجينه طريه اعمل منها كوكب سينمائي اهز بيها الجماهير بلدي وخفه مش بطاله اهز بيها الجماهير اي هز يا وز احنا اللي بنهز يا وز يا وز يا وز يا وز يا وز جالك ايه احنا جايين نغني ونرقص ولا ناخد هنوم الله طب وانا مال حد حاجه ده تروح خش قدام كده ما تزقش ما تزقش ما تزقش ما تزقش جد زق ايه ما تزقش انت لا والله هايله رقص ومغنى ومياعه وحاجه هيصه خالص تشكر طب من جرق قدام السكات ما تزقش مش مروحه اقصر الشر بقى وكفايه كده ايه انا حره طيب يا هنومه لما رحت وجبت لي امك لحد هنا ما بقاش انا محروس اهو كده يلا بينا يلا بينا محروس مشمش ما تستنوا يا اختي هروح وياكو طب يلا قدامي بس مش مغير هدومي طب يلا قوامك ده احنا مستنيينك هنا بلا هم اتنقلي بقى يلا اسمع بس خليتك بعافيه بقى يا خالد بيه بعافيه ازاي لا المره دي بقى بصحيح يا اخي بلا هم عوض نعم يا بيه حضر العربيه الكبيره لا احنا هناخدها كعادي كبيها لوحدك ما باليد الحيله يا خالد بيه تصبح على خير يو استنوا يا عيال يا اختي استنوا يا عيال خدوها بقى معتاد المرش لحد البيت عشان نوصل ولادان بيقول الله اكبر خدي يا اختي سندي قلبك خدي اسند قلبي ما بسندش احسن خد انت زيح الجوع كافر ودي خليها لزنقه امشي من جنب الحيط يا باي والشفاف اركب العربيه بصفه ايه بصفتك استبني كتكنيله في فقرك طالع شريف زي امي انا كده وراضب كده وحضر كده عاجبك ولا مش عاجبك مش عاجبني ومش عاجبني انا كمان كتكنيله في حبكم الورد ناري خلاص انت هنا خلاص ايه انت من النهارده ما تبصليش بعين ما تفتحنيش بكلمه ما توقفليش في طريق فاهم خد وانا الكلبشات الخطبه اللي انت معيدني بيه اوعى هنومه هنومه عملتها يا ربيب النار وهدمت احلامهم الاثنين وطعمت بغويتك ابرار سقوا المحبه بدمع العين إلهم وإله بسم الله والتانية ما شاء الله والتالتة لحفظ الله يحميها ويتشمتها من عين حسودة ونظرتها ويصون خضارها وفاكهتها يصون خضارها وفاكهتها أمال فين هنومة اسم الله عليها هنومة واحد افتكر لها العافية عم الشكارة اثنين صبحة ملهاش كف شوية ثلاثة كبدي يا بنتي اربعة من يوم ما ولدوكي خمسة في الغلبة حطوكي ستة الا يا عم الشكارة ما كنتش اشوف لها لقطة شوية ما شفتلهاش ازاي ده انا بالامارة لقيتها مولودة في بور زي العقربة يا اخي عقرب لما يلوشك انت ما لقيتش حاجة غير برج العقرب الله امال هقولك مولودة في برج ايفل
يوقسك يا بعيد خليت قلبي قرصني على البيت. طب والنبي تخلي عينك على الدكان على ما اطلع اشوف هنوم. حاضر اتفضلي. الهي ما تحرمي منها يا ست القمره. النبي حبيبك ما تسويني فيها قدر ان شاء الله. هنومه هنومه حاسه بايه يا ضنايا؟ بونجور ماما. وده جالك منين يا حبيبتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله لله عارفاه يا بنتي عارفاه، ده صعب قوي. شفتي يا حبيبتي الاسياد عملوا فيك ازاي؟ النبي تفكوا عنها وتحلوا العقده عن لسانها. اوه اسياد ايه يا ماما؟ انت متاخره جدا، المدنيه ما دخلتش دكانتك ابدا. كتبنا كتير للتنظيم ولا فيش فايده يا بنتي. اوه انت مش قادره تفهمين، عقليتك اللي عايزه تنظيم، حياتنا اللي عايزه تنظيم يا اختيش. نفسي افتح عينيا على دنيا غير الدنيا، نفسي اشوف العز والنعيم، اكل الشهد وادوس على الورد، البس الحرير واعمل مونيكير. دستور يا سياد يجعل الكلام ده خفيف على قلوبكم. انت بتحلم يا بنت؟ ايوه بحلم، بحلم ان ربنا يتوب عليا من الحاره وعيشتها ومن دكانتك وزبالتها. طب نجر البس هدومك وانزلي على الدكان، خلينا نشوف اكل عيشنا. اكل الشهد وادوس على الورد يا اخي، ده سكتر مي قادر ان شاء الله. وهتحمى عالشيشة وتنام بيشة ونيلهم عندك. وجب يا معلمة. ده هي تقطع القهوة على زباينها، خد ادفع. حاضر يا معلمة، لما حسيب السيادة. ما حسيب السيادة، طب ما تتهز يا بني آدم وتقوم تلم المليان وتخدم على اخوانك. وجب يا معلمة. وما في المشمش يا معلمة، تفادد اللي عليه وخد افراج. خليكوا شاهدين عليه عشان لما يوصل وافتح قرنه اطلع برا. طب هدي اخلاقك يا معلم، هات واحد حلو. واحد حلو بالحبه السكر يا وش، وهات المشروب ونزل المطلوب عندك يا ولد. بسلامتك جاي تتمخدر دلوقتي وتقول لي واحد حلو بالحباش؟ ما كان بلاش، كنت فين لحد دلوقتي؟ ما الحق مش عليا يا معلم، الحق من خلقك. امال على مين؟ عليا انا؟ لا الحق على الحده اللي في اول دور. حده مين يا واد؟ فهمني. اه يا بنت المنزله، عامله في روحك كده ليه يا بنت؟ عامله زي الزوات اللي ربنا راضي عليهم، فيها ايه يعني؟ فز حطي راسك تحت الحنفيه واغسلي الجير والحمره اللي منقرشه بيهم خلقتك. هقول لك ايه؟ بلدي. قومي يا بنت اربطي منديلك والبسي جلابيه الشغل، خلينا نستفتح. اوه عفين يا ماما، انا عشان خاطرك هقف في الدكان كاسير، لا بيع ولا شراء. يا بنت الصبح انت بتقولي ايه يا بنت؟ بقولك ان انا زهقت من الحرق اللي فيها، نفسي ربنا يتوب عليا واعيش زي الزوات والارستورات. وادي يا معلمه حكايه الحداه والغراب وما جرى بينهما. يا شام ما جرى بينهما. لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم. البنت هنوم على اخر الزمن، خلوا سمعه الحاره زي الوحل يا رجاله. انا ده يا معلمه. الحاره حارتنا وبناتها بناتنا. ورايا يا رجاله. وراها رجاله وراها. يلا. روحي ربنا يحرق قلبي عليكي يا هنومه يا بنت سنيه جرجير. بقى يا بنت مش ناويه تيجي بالذوق. فنفاده ما يجيش بالذوق. ما يجيش الا بالعافيه. ولا بام علي. نجر انت على القهوه ونعرف شغلي مع الانجابات. واجب يا معلمه. الله، هو صار بايت يا ام زعبل ولا جايه تشطري عليا وانا عود في وسط حزمه؟ اللي فات مات يا مهنومه، وانت وليا وانا وليا، ولا اشوفه النهارده ولا قلوش يقعد لي بكره ولا حشوف. قصدك ايه يا ام زعبل؟ فهميني. هي بسلامتها ما فهمكيش؟ ما فهمكيش كانت دايره فلت امبارح؟ ما حسيتيش بيها لما جت وش الفات؟ كلام اهدى يا معلمه اللي بتقوليه. فاشر، ده احنا طول عمرنا اسمنا مسك وسمعتنا مسك. ان كنت مكدباني اسالي مقصوفه الرقبه اللي بنحيتنا وجرستنا. اخرسي قطع لسانك، ده انا انضف منك واشرف منك وضفري برقبتك وبرقبتي اللي في الحاره كلهم. ايه؟ انومه. ايوه سبت واتفسحت وعملت ما بدالي، حد له حكم عليا؟ عايزين مني حاجه؟ سامعه يا امها؟ انا ما بخافش لا منك ولا منها، انا خلاص زهقت من خلاقكم ومن خناقكم، عايز اعيش الناس احسن منكم انضف منكم يا بلدي يا الماما. اخلصي بلبحك واشرب من دمك. انت بتضربيني يا اما. الدنيا بترقص. لا الدنيا بترقص. كذاب، دي الدنيا قايمه على رجل، الدنيا بترقع بالصوت. مين الاوبريت؟ لا هنومه، امها خدت الخبر بظهرت امبارح ويا تلحقها يا ما تلحقهاش. ايه؟ وعرفت منين؟ احنا مش اتفقنا نكفي على الخبر ماجور يا مشمش؟ ما هو الماجور ده راح القهوه متاخر ما بدهاش، انت تخطف رجلك وتروح لام هنومه. نظرات فضحكات فسلام، تاخد بخاطرها بكلمتين وتصالح البت على امها. بصفتي ايه؟
ولا خطيبتي ولا اعرفها. بلاش الخطوبه والعيش والملح مالوش حق. نهايته والله ما كان بودي يا مشمش. فوت يا اخويا قدامي فوت. والله طب بس ما تزقش كده. امك ملاك شدتها حنان وتخاف ليغويك الشيطان. يا مغفله عقلهم ليه؟ مين يترمي في النار بايديه؟ قولي قل اعوذ برب الناس ده في الصدور والسواس خناس. ما تقعديش بينهم ثانيه قومي هربي شوفي الدنيا. يا سلام انا مش عارفه ود جميلك فين يا ست ام زعبل. دي بنتي يا اختي زي ما هي بنتك. ايه جرايست ام هنومه؟ بقى انت راجل انت، دي لو كان لها خطيب غيرك كان زمانه خد فيها تأبيده. ليه؟ هنومه لا عملت جنيه ولا ارتكبت خطيه. ولا جرى منها ليله امبارح. جرى ايه؟ مش غلطتها، دي غلطتي انا. ايوه انا. كان عندي سهره ببيت جماعه زوات، قلت اخدها معايا اتفرج على نفسها، تني وراها باللتي واللوتيه لحد ما طوعتني. مش كده والنبي يا مشمش؟ اهو انت دلوقتي كبرت في نظري يا استاذ، انت شهم ابن شهم. بقى انت اللي اتحرقت الحلوه وخدتها معاك ليله امبارح؟ ايوه. ومن تحت راسك رمت عليها الحاره وكانت هتاكلها؟ ايوه. يا خجك قوي يخلع بابك يا ابليس الحاره يا سوسه الاماره. احترميني يا ام زعبل. يا ندمان يا تعبان يا وش الفساد والخساره. لا دي اهانه مهنومه دي. اهانه؟ هو انت لسه تهان؟ خد الحقني يا مشمش. نجح اشرب. ما انت دلوقتي شهم ابن شهم. مستنيه ايه يا مهنوم؟ يلا بينا نطلع نشوف البيت ورضيه. اما في الحبس مظاليم. وانت مستني ايه؟ قوم معايا. ايه هتعملوا فيا ايه تاني؟ ان ما ربناك قدام هنومه، ان ما هذبناك قدام هنومه، ان ما خدوا اجلك قدام هنومه. قدامي قدامها. يلا قدامها هنومه. انت فين يا لنايا؟ هنومه بنتي. انت فين يا بنت هنومه؟ اظهروا بانوا عليك الامان يا ويكا. ما بتردش يا ام زعبل، لازم عملت في نفسها حاجه يا ام زعبل. دي مش وش كده، دي ماسكه في الدنيا بايديها واسنانها. عملتها يا بوز القرف، خربتها وقعدت على تلها يا مزكات المياتم. تعالى هنا. ده ما يسكنش البيت ابدا. بتروح يا مش مطلقا. مش تدوم تعرضني انك ده احسن شيء. عامل حاجه مش كده. انا روقه مهنومه. براحه معلمه. كلمه واحده ما قعدتش في الحياه ولا دقيقه. اهو راي عودي عودك اما تعود هنومه. يلا يا اخويا اما تقعد بره. يلا معلش معلش معلش. ايه بقى؟ ايام بنشرب عسل وايام بنشرب خل، وايام ننام على الفراش وايام ننام على التل، وايام بتحكم على اولاد الاصول تنزل. ليلي ليلي هاي 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 هاي. خد ولي عبد التاني. الله الله يا سادة. انا فوضي مستر. الله 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 وبعد في المستر. يا اخواتي رفلي قولي يا ترى. قولي يا دلعادي هنا موقف اتوبيسات اسكندريه. موقف عربيات الاستوديو. بتسالي ليه؟ يو عايزه افتش على شغل هناك. شغل؟ وحشه دي. اطلع 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 اطلع. على فين؟ ايه؟ هنشغلك في السيمن قبضك كل يوم جنيه. جنيه ومستني ايه؟ لا يمني سوق يسطا. النبي يا رب تحقق املي واصبح بطله فلوس. النبي يا رب تحقق املي واقبض الجنيه الموعود. يلا يا بنت تروحوا على اوضه الملابس بسرعه. يلا يا فيفي. يلا يا حياه. يلا خدي خدي دول خش تلبس القوام. يلا يلا يا حياه. يلا يا عايده. يلا بسرعه خش. يلا قوام بسرعه. خدي خش البسي قوام. اهدى يا اختي. مايو تلبسيه. يا دي الهتيكه. ده انت لو دفعتي لي على الفتله جنيه. لكن الشغل عايز كده. وانا مش عايزه كده. ايه يا مدمازين ما احنا كلنا لابسين كده. نتجاش اوام. يلا على البلاتو. ودي ما لبستش ليه؟ يلا ما تضيعيش وقت. اقلعي يا اخي. اتقلعت عينك بقى. لو كانت اختك ولا امك كنت تقبل تقلعها عريانه كده قدام الناس يا اخي؟ بلا هم يا ستي. خلصينا ما فيش وقت يا اخي. خلصت روحك من جدتك. خليتكم بعافيه. بعافيه ازاي؟ بقى حته صرصاره زيك تبوظ لنا المنظر. امسكيها يا سميره. قلعوها يا بنات. مفيش فايدة. إن شاء الله تعد في الأرض. أي الحقوني الحواهية. يا
وسهلا اهلا وسهلا استاذ محروس، اتفضلوا. اتفضلوا. ها حضرت لنا الاوبريت يا استاذ محروس؟ امال يا سعاده البيه. بس لا مؤاخذه طار منها كم ورقه وهم بيحذفوها لنا من فوق السطور. الله يطير مخك يا مزعبل. اظن يا استاذ محروس الاحسن نخش في الموضوع. خش يا سعاده البيه. حضرته مشمش افندي صاحبي وابن حارتي. تشرفنا. الله يخليك. بقى انا يا استاذ محروس حشيلي منك الاوبريت وانتجها كفيلم استعراضي، وعلشان اسهل لك مأموريتك هيكون لك في الاستوديو اوضه خاصه فيها مكتب وبيانو. بيانو يا سعاده البيه؟ قول انت كنب والحف ومخدتين، دي المعلمه ترضاه، ده ملوش متول. الحقني الله يخليك يا سعاده البيه. وهو كذلك، بس احب اولا نتفق على الثمن. والله يا سعاده البيه محروس جدع غلبان وعلى قد حاله، وعين سعادتك برضه كلها نظر، يعني تتعطف عليه كده بقشين كويسين، الله ما يغلب لك حاله ولا يمد ايدك لسؤال. طيب يا سيدي، يا استاذ محروس 200 جنيه كويسين؟ نعم 200 جنيه؟ اسندني يا مشمش يا اخويا. 200 جنيه؟ اعدلني على القبلة يا محروس. 200 جنيه تيت، 200 جنيه تيت تيت تيت، 200 جنيه تيت 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 تيت. هنومة؟ هنومة؟ فين هي؟ لا ده انا قصدي اقول يا فرحتك يا هنومة، يا سعدك يا هنومة. طبعا لا، ما نوافقش. ما نوافقش؟ ما نوافقش ازاي؟ عشان 200 جنيه شويه قوي يا سعاده البيه. شوف انت اللحمه النهارده بكام، شوف السمنه بكام، ده الواحد عمل ما يطبخ طبخه يا دوبك تتكلم ال 200 جنيه. طيب يا سي مشمش، وانا اكراما لخاطرك هخليهم 300 جنيه، كويس كده؟ ايه 300 جنيه؟ انا اقول انا دو الله، ما ينفعش 300 جنيه. مشمش انت جننت يا شاطر؟ وانا مالي هي اللي قالت لي. هي دي مين؟ اريحتي اريحتي هي اللي قالت لي كده. لا ده انتوا زودتوها قوي. هي ايه مؤامره؟ واحد يشد والتاني يرخي؟ قولوا لي عايزين كام وخلصوني. استغفر الله يا خالد بيه اللي تؤمر بيه سعادتك. نطلب كام يا اريحتي؟ رد عليا يا روحي. بس خلصني قول لي اريحتك قالت لك ايه؟ قالت لي كده. يعني ايه 500 جنيه؟ بس روق دمك يا خالد بيه، انت هتسكرده يا مشمش؟ والله العظيم يا سعاده البيه انا قبلت يا استاذ محروس ومستعد ادفع لك اي ثمن، لاني معجب بالاوبريت ومعجب بالاستاذ مشمش ومعجب بأريحته كمان. ده بس من اصلك يا سعاده البيه، ربنا يجعل بيت المنتجين عمار. الف مره. خد يا مشمش 10 جنيه عموله علشانك باعتبار ال 102، وطبعا تستحق زيهم الطرف الثاني الاستاذ محروس. حس كده تديني المستحق على الطرف الثاني وتبقى تخصم منه انت ايدك بس كده. اتفضل يا سيدي. سبحانك يا رب ترزق الدودة ما بين حجرين. فرجني يا مشمش. كيخ. طب وانا يا سعاده البيه مش حاضر النهارده؟ امال اتفضل معايا احضر لك العقد والعربون. اتفضل معانا يا مشمش افندي. لا سيبوني هنا لوحدي عشان اتفاهم مع اريحتي شويه. اريحتك دي تتفاهم معاها بره، مش كفايه يا اخويا دعت ال 20 جنيه. مع السلامه، ورينا عرض كتافك. وانا اعتاق غير ما اطمن عليك. عيب ده انت ابن حتتي، انا مستنيك بره. حصليني يا اريحتي ولفك بره في الفسحه يا اريحتي. اتفضل بقى. لا مؤاخذه يا خالد بيه. اتفضل اتفضل يا عزيزي. اتفضل يا استاذ. الله الله، ايه الكلام ده يا النومة؟ مش انت اللي غودني وخدتني وسهرتني وخليت الحاره كلها خدت خمر وطلعت منها بجرسه وهتيكه؟ يا سلام، وليه ده كله؟ اهو ده اللي حصل، خرجت من الحاره على فضل الكريم، قالوا لي تشتغلي في السيمة، ما صدقت، ما بصيت لقيت نفسي وقعت في ايدين رايا وسكينه. رايا وسكينه مين؟ يو اللي بيشتغلوا تحت، اللي عايزين يقلعوني هدومي ويلبسوني مايو. طب روقي دمك روقي دمك، تعالي تعالي معايا. ايه اللي رايا وسكينه؟ اتفضلي استريحي. بعد كله يا هنومه يحصل في يوم وليله. ما هي سيمة، لكن انت جاي هنا تعمل ايه؟
ما يكونوش حيلبسوك مايوه انت كمان. لا يا هنومة، انا اللي بصرف على الفيلم. اسمعي يا هنومة، انا اول ما شفتك لقيتك وردة جميلة، حبيت اقطفها واتمتع بيها. الكلام اللي سمعتيه مني في الجزيرة كان كله غش وخداع. يديلك. ولما جيتي عندي في الحفلة غيرت رأيي فيكي على طول. ليه يا اخويا؟ لقيتني وحشة؟ بالعكس، كل اللي شافوكي واولهم مخرج افلامي لقوكي جوهرة نادرة ينقصها الجواهلج الشاطر اللي يقدر يقدمها للجمهور في باترينة تليق بمقامها. باترينة سجاير؟ لا يا هنومة، الباترينة هي الفيلم الجديد، والجواهلج هو انا، والجوهرة النادرة انت يا هنومة. كده؟ واكتر من كده، صيتك حيكون على كل لسان، صورتك على صفحات الجرائد، اسمك بحروف من نور، عز وجاه من اللي بتتمنيه. الله، ده حكي الجري ريق، لكن انا ما فهمش في شغل السيبة. اطمني، هجيبلك ازاد زي يوجهوكي ويعلموكي ويخلقوا منك تحفة فنية كاملة. يا سلام يا سلام يا خالد بيه، ده انت سحرتني. صوري في المجلات، اسمي بحرف من نور، عز جاه، ده انت كلت بعقلي حلاوة. يعني خلاص اتفقنا؟ ما اتفقناش. ليه؟ انا ما كنش من الكلام ده يا عمر، الاسطوانة دي طول على واحدة غيري، خليتك بعافية. بعافية ازاي؟ استني يا هنومة، دي فرصة العمر. يفتح الله، انا حاردة بالحارة وعشتها والدكانة وزبالتها، ويحيى الفقر والجدعانة. هنومة، ايش جابك هنا؟ وبتعملي ايه في اوضة عفيفي النسوان ده؟ هيعمل لي فيلم وهيخليني البطلة. بطلة؟ واحنا وش يزعلك؟ ده شرفت بنت زي اوضة كبريت، واسألي يوسف بيه وهبي على الباقي. انا برضو بقول كده يا مشمش. امال يا بنتي، ده ما يعليش مقامك الا بيتك واهلك والدايرة بايرة والحرة ضرة. وارجع الحرب انهوش بعد اللي حصل، وامي تبوسي ايدها ورجلها ويا دار ما دخلك شر، وترجعوا حبايب حبايب. حبايب، اهلا بالحبايب. الله، بروفيسور محروس هنا؟ خلاص يا ستي، اشترينا الاوبريت ومضينا العقد واستلم العربون. مبسوطه بقى يا ستي؟ ده يوم المنى يا بروفيسور، مش عارفة أهني ولا أهني نفسي. أنا مش هنسى جميلك مدى العمر يا أستاذة حبايب، وفي الحقيقة مش عارف أشكرك إزاي. بإنك تتغدى معايا ونحتفل بالنجاح ده سوا. الله، طب وأنا؟ لما تبطل غمغمة. خالد بيك، ما تنساش القسط التاني بعد 10 أيام من تاريخه. شايف داير على كيفه ازاي مع البنت اللي هتجيب بكره خبره؟ ابدا، دي بكره هتجيب له فيلم تاني. طيب ان كان على الافلام انا حوريله، عندي جميع المواهب الفنيه، شباب وجمال ومنتج قد الدنيا. ينقصني ايه يا عمار؟ الله 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 الله، احنا مش اتفقنا ترجع لامك احسن؟ واسيبه يكيدني ويعاندني يا اخي ده بعده. انت مكبشه فيه ليه؟ لا انت خطيبته ولا هتتجوزيه. سيبك بقى من الكلام ده، انت لازم لسه بتحبيه. ايه؟ ما انا احب الاشكال دي يا عمر. لا والله، احب بتوع السما اللي هخلي سمعتك في الوحش. فشل، ده احنا ولاد بلد، رسمنا شرفنا. كان غيري كاستر. ما تخافش، بس امنتك ما تجيبش سيره لحد، لا شفتني ولا تعرف طريقي. والنبي يا مشمش. او النبي، لا شفتك ولا اعرف طريقي. هنومه، انت هنا؟ ايوه. نحن هنا. خلاص يا خالد بيه، موافقه، اعمل لي بطل. اذا الى المجد، الى الشهره، الى الفلوس. طاحت البنت ويا اسفاه. ما راحتش طول ما انا وياها. راحت في داهيه، مش انا معاها. ايوه جاي. ادرونا الراديو يا معلمه. انكتم الوليه فوق مترزيه على بنتها. ده اللي هيدور الراديو في الحته قبل 40 يوم هجيب خبره. واجب برضه، الناس لبعضها ولا هي الاصول تاهت؟ ما تاهتش،
ده اللي تاه الواد مشمش اللي هيبتليك براميه بين اربع مفارق يا مشمش يا ابن حواء وادم. ان شاء الله انت يا ام زعبله بنت نكر ونكير. يا مرحب انت جيت. يا مرحبا بك يا معلمه. كانك ساده وتعميره. لا يا شيخ. الله ما تهزي تخرج روح هاد المشروب. فز قوم. من امتى الكلام ده يا عرة الزباين؟ كان كساده وتعميره ورجل على رجل وشرف اللي قلعك هدومك سداده للدين المذكور اعلاه. الله 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 ما تبقاش من ضربه. قولي لي ما ديالك بكام؟ 18 جنيه مصري. 18 جنيه ليه؟ مش شغلاني 14 في 3 جنيه ب 12، 12 من 18 يتبقى 4. يتبقى كام يا دلالي؟ يتبقى 6 6، اتفضلي. ادي 2 وادي 2 وادي 2 فلوسك على داير مالينه هم، وانت من هنا وانا من هنا. وهتسيبني يا مشمش؟ هون عليك يا مشمش؟ ده انا كنت عاملك زي بنتي يا مشمش. خلاص بزيادتك يا معلمه. حياتك قطع مصاريني. خلاص هشتغل، هشتغل جرسون اماتير. ربنا ما يحرمني منك يا مشمش. الشيشه للمعلمه وللزباين كل واحد مشروب، وحاسبني على المطلوب عندك. ستوب يا ست حبايب، ده ما اسموش رقص. إذا كنا هنقعد في المقدمة سنة هنخلص إمتى؟ أنا ما اسمحش لحد يهني بالشكل ده يا أستاذ محروس. أنا كنت برقص وأنت لسه بتلعب في الحارة. أنا متأسف يا حبايب، أنا عندي الواجب قبل الصداقة. يا سلام يا سلام، بقى كده خلاص. اتفضلوا بروفا النهاردة. خلاص بروفا الدنيا إمتى يا أستاذ؟ لما تساعدوا الأستاذة حبايب. موسيقى الأوبريت يا خالد بيه في منتهى القوة، لكن حبايب في منتهى الضعف. ده ما بروفات يا أستاذ زيادة، يمكن يكون في نتيجة. ما أعتقدش. حبايب ست ظريفة لكن ما تنفعنيش في عملي. جيت في وقتك يا أستاذ محروس. ها زي حبايب في البروفة زفت دي، ما تنفعش أبدا، ولا بالتمرين ولا بالبوليس. جالك كلام يا خالد بيه؟ شوف يا خالد بيه، أنا عملت اللي عليا وأنتوا أحرار في عملكم. سلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ. والعمل يا خالد بيه؟ ما تخافش، أنا محضر لك مفاجأة، هدية، معجزة. هي فين؟ الحقني. في الورشة ما بين ايدين الصنايعية. دوري مي فاصولي فاصولي فاصولي. كتكنيلة فكرتني باللذي راح. غزليني هقولك. يا مهجة القلب وحبيبة الروح، تبص في وشي وتقولي يام. يا ستي مش كده، ده ما يبقاش تشخيص، ده يبقى تهجيس. فضلة خيرك يا الدلع عادي. قال يا مهجة القلب وحبيبة الروح، اللي تأدب أباحة. طب ما تشخطش. ايه ارز بأدب. من تاني من تاني من تاني. تعرف يا مدمازيل الفستان ده محتاج لي ايه؟ ايه؟ صالون شيك من محلات علي السمري. مظبوط يا مدمازيل. هوعدنا يا رب. شوف يا مدمازيل بقت حلوه ازاي. طلع الام يا الدلعادي، ومن شابها امه فما ظلم. اف حرام عليكم، انا استويت. وانا انكويت هالنومه. ارجع، ما فيناش من كده. انا هنا للسينما وبس. كاني ما ناسب لك البيت مطربة على دماغ صحابه اللي هم حضرتك. فاهم؟ فاهم. للسينما وبس. خليتك بعافية. كان فكري رحت عشاو من بعد ما غوتها. الطهر في دمها، ما تبعش عفتها. جمال ودلال، درام وكوميك، مغنى ورقص، بلدي وخفة. انت شوقتني قوي يا خالد بيه، هوستني. نفسي يا اخي اشوف ولو بس صورة من صورها. اذا كان على صورة من صورها تعال معايا. أنا استويت.
وبقيت ممثلة كوميدي وأوبريت ومضربة ورقص كلاكيت. ولا عابسة جت وتلات ورقة دنا استويت وبقيت كل في الملعب درجن ما تنفعوش واحده من الانس عامل عظيمه وبنت زواج وعامل فقيره ورد حرام وفي المغازله تلقاني ولعه وغمزه نازله وغمزه طالعه فندي بيشوفني يقول لي يا قمر يا قمر والبلد بيشوفني يقول لي الهاها يا نجم الهاها يا نجم وابو جيب ايضا بيقول لي الهموم يا زبد الهموم يا زبد وبكره في الجيات شوفوا منا حاجات اكتر من الريحه اصلي استويت وبقيت والمغنى والتمثيل كفى والرقص ده لوحده كفى عايز له وسط بزنبلكات وجسم كله سوسات ويايات الوسط لما يهز يمي 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 والصدر يبقى يهز شمال 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 اما الكتاب طلع النازلين والرقبة رايحة وجاية في حال شغل بلدي وهز بلدي عين على بلدي استحملوني ولا تلوموني اه يا لموني يا لموني يا لموني وحبي يا واد ظلموني ظلموني من كحلي لبوصلك رديت تسمح لي وبحبك يا واد ظلموني ظلموني اه يا لموني يا لموني يا لموني وبحبك يا واد ظلموني ظلموني اه يا لموني يا لموني يا لموني وبحبك يا واد ظلموني اه يا لموني يا لموني يا لموني وبحبك يا واد ظلموني تبارك الصانع فيما صنع. ميرسي اكسلانسي. يا سلام يا هنومة. بلدي وخفة. تشكر. أنا مش عارف أعبر لك عن شعور إزاي. مش عارف أظهر لك إعجابي بأي وسيلة. أنا هقدم لك تذكار تفتكريه طول العمر. إيه هو يا أستاذ؟ خاتم برلنتي؟ لا لا لا. إسورة ألماس؟ لا 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 لا. خلخال ذهب؟ لا 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 لا. أمال إيه يا أستاذ؟ هعشيك الليلة على حسابك. ايه الجمال ده كله؟ لازم ممثلة من هوليوود يا عظمة ما شاء الله جمال بودي يا إنتاج يا إخراج سبحان الله سينما خالص يظهر إنها النومة كسبت الجولة الأولى ولسه لما الماتش يحمى يا خالد بيه مفيش كلام ده انا هنومه بنت ثانيه جرجر على سن وروح خالد بيه الله حبايب الاستاذ محروس فرصه عظيمه جدا اتفضلوا معانا
اتفضل. حبايب استاذ محروس. تبقى مين حضرتها؟ اسمحوا لي اقدم لكم كوكب المستقبل وزهره المجتمعات الانسه. فواكه وخضروات من جميع الاصناف بالجمله والقطاعي. طلعت فوق السطوح تشكي الفلس للحيه عدو. الله الله الله، يظهر انكم تعرفوا بعض قبل كده. منين؟ دي المدمازيل من ارقى العائلات. وحضرته من ضرب عجور. جميل قوي الفستان ده يا مانوازيل، عملتيه فين؟ عند الست ام زعبل. اتلم يا برش. برش. اظن نتعشى احسن، جت سخن. ايوه نتعشى. انا عاوز اولا مكرونه بالزبده. ما تنفعوش، هات له كشري بالدقه. ايه ده؟ لا مش عايزه لحمه. ليه؟ مش عادتك؟ اصل عامله رجيم. وما قلتش ليه كنا جبنا لك لحمه راس. لا يا شيخ، من مصمت ابوك. ايه؟ خلاص يا بروفيسور، نفسي كده تضمني بين دراعاتك وحط راسي على صدرك وتفليها. ايه طيب قومي يا راسي. انت مستني ايه؟ تحت امري، اتفضلي. الله الله الله، طب وانا؟ ترقص على الريحه. شايف؟ هطق من الشوفان. ما توشوشني انت كمان. بس هقول لك ايه؟ الله، يعني هو بيقول ايه؟ اللي في حياته طبعا. خلاص قول زيه. يا حبيبي كده؟ لا ما هو مش كده، ده بيبلفها، ده بيضحك عليها، ده هيقلعها الغويش اللي في ايديها. ما تخافيش عليها، يتقلعوا هدومه. ايه ايه العواطف دي كلها يا استحبابي؟ مش تبارك لي يا خالد، محروس خطبني وحكتب كتاب الليله كمان. ايه مبروك. تدوض على القديمه يا استاذ. قديمه ايه كمان؟ ليه ما تعرفيش انه كان خطيب قبلك؟ دي كانت خطيبه دون خاينه، رمتها من عيني زي خطيبي كان بقى في قليل الاصل، رميناه من فوق السطوح. ودي كانت خطيبه، دي كانت خيشه، وده كان راجل، ده كان جردل، كانت عينيها فارغه، كان عينيها معمطه. ايه وراحت فين دلوقتي؟ داير على حل شعرها بتاجها وشبابها. دي الاشكال اللي بتعرفهم انت بتعرق الحله. اوه ده كتير قوي. انكت خلينا اوريه مقامه. انا موافق. هدومك الشيك، سهرتك اللوكس، كل ده على حساب الست يا بندول الست. اخرسي هنومه. يلا بينا، عملنا اللي علينا بلا مسخره. ولا دخلت عليهم، خالد هيموت من الغيره وهنومه هتطق من جنابها. وانا خسرت هنومه. انا مش قادر افهم سر اهتمامك بمحروس، انت بتغيري عليه؟ يعني انت مش بتغير عليه؟ انا بنكلش، انا بحب حبايب، لكن انت بتحبيه؟ انا احب جربوع زي ده؟ انا بكرهه بكرهه يا حبيبي يا محروس. وبيتهمني فيك يا خالد بيه. ما تزعليش، يا بخت المتهم وهو بريء. كتر خير يا هنومه. نعم، جاية هنا ليه؟ عايزة مني ايه؟ امشي اطلعي برا. مش كده يا هنومة، الأدب فضلوه عن العلم والفيلم. جرى ايه يا هنومة؟ هو ترباية بيني وبينك يا هنومة؟ نعم، جاية تتخانقي؟ نفسك ترضحي؟ الكلام ده في الحواري بتاعتكم، إنما هنا خلي الخدامين والبوابين يرموكي برا، فاهمة؟ هنومة؟ ما تخافيش يا هنومة، دي جاية بخصوص ست والدتك. أمي مالها أمي؟ من يوم ما هربتي وهي عيانة. عيانة وحالتها يا كبدي ما تسر عادي ولا حبيبي. وليل مع نهار اسمك على لسانها، نفسها تشوفك، والضف ما يطلعش من لحم. حبيبتي يا أمي، لازم أشوف أمي. خالد بيه على إذنك هروح أشوف أمي. تعالى يا دنايا. هنومة بنتي. أمي أمي حبيبتي أمي أمي. مين؟ هنومة. أيوة يما، هنومة اللي ملهاش في الدنيا غيري. لا انت مش بنتي،
انت مش هنومه. انا هنومه ياما؟ ابدا انت مش هي. هنومه كانت تلبس جلابيه شيط ومنديل بقول. هنومه كانت في دكانتها زينه حتتها. سامحيني ياما. هنومه ما تحطش لا ابيض ولا احمر، ما تلبس المقور ولا المجرجر. طبت ياما هكون خدمتك العمر كله. اخرجي من هنا، نجست بيتي، خدوها من قدامي. مش عايزه اشوفها، مش عايزه اشوفها ولا اشوف خلقتها، مش عايزه اشم ريحتها، لا بيتي ولا اعرفها. خدوها من قدامي. قولي خدمتك ياما، انا فداك ياما. شد حيلك يا هنومه، امك معذوره، عملتك السودة اللي عملتيها تهدك بقى. انتوا ظلمني، ربنا يعلم. معلش يا بنت، ادعيلي ربنا يرد صحتها ويشيل حملتها. مع السلامة يا اختي، مع السلامة. اوصلك يا هنومة؟ لا معلش يا مشمش، سيبني لوحدي، حاسب قلبي واستغفر ربي. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب العظيم. يا محروس جاي اسال على امك، هي زيها؟ امي؟ مين قالك؟ خالد بيه، حبيت اطمن، خفت اروح الحاره لا يضربوني. فيك الخير يا محروس. شد حيلك، ربنا يديها العافيه. من غير ما تسلم يا محروس. سعيده. هنوم، حاجة يا محروس؟ مبسوطة يا هنومة؟ ما عدمكش. وانت؟ ايه نحمده. يعني مش بتاكل من عرق الحلة؟ لا برضو من عرق جبيني. هتفوتني لمين يا محروس؟ للألماز والبلاتين، للتفتاة والكربديشين. حرام عليك يا محروس، انت نسيت هنومتك، نسيت جرينا ورا عربية الرشي واحنا صغيرين، نسيت قعدتنا فوق السطوح واحنا مخطوبين. يا اخي بلا هم يا غم النبي تتلام. الله محروس، مش تقولي سلاسي دوريمي فاصولا فاصولي. الصغير بيكبر والدنيا بتتغير يا هنومه. يعني انت مبسوط دلوقتي؟ مبسوط قوي. كذاب، امال بتعيط ليه؟ من العز، من الهنا، الفرحه طلعت على عينيا دموع. انا بضحك بضحك اهو. ما تعيطش يا محروس، انا غلطت في حقك، غرني الشيطان وافتكرت ان السعاده في الجواهر والحرير والعربيه الملاكي والعيشه الغنيه. ونسيتي غيه الحمام والقلب الحنين واللقمه الهنيه. كسرتي بخاطري ودستي قلبي، خليتيني مش عارف ادعي لك ولا ادي عليكي. يخونك اذان الفجر ولطعتك في البلكونه يا هنومه. انا زي زمان يا محروس، لا جنيت جنيه ولا ارتكبت خطيه. هنومه كان تاج العفاف على جبينها تزينه قبل ما يزينها. جمال الست يا هنومة مش في هدمتها لكن في عفتها. انت حرمتيني من شبابي وخليتيني كرهت الحياة ورميت الدنيا من عيني. اخص عليك يا هنومة. محروس محروس. Thank you.
يا خالد بيه، الموسيقيين بقى لهم ساعتين منتظرين الجمهور، والاستاذ محروس لسه ما شرفش، بقى لازمه كلام؟ انا مشغول عليه، خايف تكون جرى له حاجه. ما تخافش، عمر الشقي باقي. اه وصل. الحمد لله الحمد لله. برافو، شغلتنا يا استاذ، خير ان شاء الله. اتفضلوا على اوضه البروفات. اتفضل يا استاذ محروس، مستنيينك يا استاذ. اسمع يا خالد بيه، الشخص المحتاج اللي شايفه قدامك يرفض العمل مع ندل زيك. انت مجنون، انت بتهين ولي نعمتك. ولي نعمتي؟ ها، اذا كان فاكر انه هيشتري شرفي بمال يبقى غلطان. انا ليا كرامه ما تتباعش بفلوس. اتفضل ادي فلوسك، معلش ناقصين قرشين، لكن حدهم لك لما ربنا يفرجها. انت غلطان يا محروس، انا فاهم ايه اللي بينك وبين هنومه. وانا حافظ ايه اللي بينك وبين هنومه، خدعتها باسم الفن، لقيتها لقمه طريه هتاخد مزاجك منها، وبكره تدوسها برجليك زي ما دوست حبايب وغير حبايب. يدوسني؟ ده انا ادوس على رقبته ورقبتك ورقبتكم كلكم واحد واحد. انت معذور يا محروس، لكن اقسم لك بشرفي ان هنومه اشرف بنت عرفتها. لو كانت شريفه ما كنت سكنتها ببيتك ولبستها الحرير والجواهر وعامتها بالمال والمظاهر. برضو غلطان يا محروس، واقسم لك تاني ان علاقتي بهنومه علاقه منتج شريف بفنانه شريفه. انت فاهم ان خالد بيه بيرفع هنومه حبا في سواد عيونها؟ انت غلطان يا استاذ، ده حبا في سواد عيون السينما وفن السينما. وانا يا ترى حبا في سواد عيوني ولا عيون الفن؟ فن؟ فن ده مين؟ ده حبا في سواد عيونك انت يا حياتي. يعني هتخليني بطل على طول؟ طبعا، انا بعد دراستي الطويله ليكي لقيتك تصلحي لدور الزوجه المخلصه الوفيه اللي تملى بيت جوزها هناء وسعاده، اللي تنتج ما ينتج انتاجه من الاطفال الحلوين اللي زيك. يا ريت يا خالد، بس فين المنتج اللي يعمل فيلم زي ده؟ انا تحت امرك، انا مستعد اكون المنتج والمخرج والممثل الاول واكتب كتاب الليله كمان. مش تباركني يا استاذ محروس. انت بتتكلم جد؟ بقى بتحب حبايب مش هنومه. هنومه ايه يا استاذ؟ خلاص بطل غمغمه. يا خالد بيه، مبروك يا استاذ حبايب. مبروك مبروك. ربنا يتمم بخير. تمام البكايه. افلام الناجحه. بس انت وهو واوبريت الدنيا بترقص، مين هيمثلها؟ مين هيغنيها؟ مين هيرقص فيها؟ ما تخافش على الاوبريت، انا محضر لك مفاجاه ما كنتش تحلم بيها. تعال معايا. اي عوض عوض، انت لسه تكنومه من عندك. ايه مش موجوده؟ ايه هربت؟ ايه؟ وسابت فساتينها وجواهرها؟ هربت؟ بقى بعد ما تهابت واستوت وبقت تحفة تروح من ايدك يا خالد بيه؟ لا، وبعد ما عرفت طهارتها وبرائتها تروح من ايدي يا خالد بيه؟ انت مش ممكن، هتصعد فين يعني؟ مفيش غير دكان ام هنومة الفكهانية. ضاني ام هات ومسي شربات يميني يقول هات قبل الوداع يا دلع. خش دفي نفسك، الدنيا برد عليكي. ما انحرمش منك قدر ان شاء الله. انتوا تسمعوا كلامي وتزغوا من سكاه قبل ما يشوفوكوا هنا يدفنوكوا بالحياه. ليه؟ هو مفيش قانون؟ لا، في بنيات حديد، ازاز رمل، عصي، شو؟ حلوه دي. اهلا بمعلمه الكل، مشمش شيشه للست ومشاريب على حساب اللي موجودين. اتفضلي يا معلمه. في شباره وكنكه مكتب ومشاريب للجدعان وانا وانت. يبقى مين الواد لفندي ده؟ محسوب خالد بيه يا معلمه. هو انت؟ ايوه عارفاه، نارك اسود ومعجون باطران، واد مشمش نوال ام علي. الحلم سيد الاخلاق يا معلمه. ما عندناش اخلاق. كلمتين وبعدها ام علي ام 44 زي ما عجبك، بس اتفضلي يا علي. قعدنا اما نشوف اخرتها معاكم. ايه انت بقى؟ صلي على النبي يا معلمه. الف صلاة عليه. قولي لي يا ستي، وانت ستي اللي عارفين السنبلاوين بتتفخر على البلاد بمين؟ بام كلثوم وباب الشعريه. مين اللي خلد اسمها في التاريخ؟ محمد عبد الوهاب. وحاله العيش والملح بتتفخر بايه؟ البت بوسبوس بسابيس بسبوسه. كذلك حاجه الهنا والشفا قدامها فرصة وتبقى زي دول وتغذي الشاشة البيضاء بالوجوه الجديدة ولا بالقديمة. أنا مش فاهمة اللافة اللي بتعملوها دي، قصدكم منها إيه؟ قصدنا إن هنومة تشتهر في السينما. امشي قاطع لسانك أم علي يا واد. أنت فاهمة غلط يا معلمة، السينما فن له جماله وجلاله. والست الشريفة تحافظ على نفسها ولو كانت في وسط 100 راجل. أهو أنت مثلا ليل ونهار في وسط رجالة بشنبات، حد يقدر عليكي؟
فاشر. احنا وش ذلك؟ علشان شريفة، وما تنسيش ان هنومة بنت خالتك، يعني بنت شريفة زيك. والسيمة يا معلمة مجد وشهرة وفلوسه، وكمان سمح روسه ابن حارتك وغالي عليك قوي، وقبلت الدنيا بترقص اللي اتقلفت في قهوة ام زعبل وتلحنت فوق سطوح بيت ام زعبل، هتبص تلاقيها في دور السينما بانهتاف وتصفيق الجماهير. وعشان تطمني هتكون هنومة تحت حمايتك، رجلك على رجلها، من السيمة للبيت ومن البيت للسيمة. موافقة ولا نجيب لك ام علي؟ والله وكلت بعقل حلاوة. خلاص انا هعرف اصطفل مع هنومة وام هنومة. شفتم ولا ما جابها لنسوانها؟ يخدم على ميوني، يخدم على. أم خد السلم غلة الدكان 6 جنيه و175 قرش و3 ملين ونكلة. حلال في حلال من عرق جبنة. مال مش من عرق الحلة وشغل السيمة. عافية هنومة. ازيك يا مها؟ اهلا وسهلا، اتفضلوا قهوة يا هنومة. بقى يا ست انا جايلك في مسألة بسيطة قوي، واللي بد كلام المعلمة يمشي على رقبتي. بقى انت عارفة معزيت الهنومة، وما يخفاش عليك ان اشغال السيمة قطعت وندرت في الهوا، ده اللي يجيب لي سيرتها حقتم رقبته. سلام يا اخت. بقى باختصار انا جاي اطلب هنومة. لمين؟ لسمشمش؟ لا، للانتاج والاخراج، لأبرد الدنيا بترقص، للسيمة. ايه؟ سيمة؟ انا ارجع للسيمة تاني؟ والنبي لو جابوا الطبل البلدي. ليه؟ هي السيمة وحشة؟ للسيمة مجد وشهرة وفلوس ونسبح ونبات، نلاقي حارة الهنا والشفا ضربت حارة العيش والملح على نن عين. وانت تابة ليها يا معلمة؟ على ضمانتي، رجل على رجلها، من البيت للسيمة ومن السيمة للبيت. قلت ايه يا بيت؟ قلت لا. هات ام علي يا مشمش. ام علي هنومة. ناولني الحاجة يا واد. الحاجة هنومة. لو النبي لو النبي. هشتغل في السيمة وامري لله. مطر. Thank you.
خضر يا بيابا مسك وعنبر يا بيابا جمعينه من شجر الحوت يا ساقي درب المعمور يا ساقي درب المعمور واسقينا الشاي المشهور يا ساقي درب المعمور واسقينا الشاي المشهور Thank you.